بريت ابورتي، وزي معظم الحفلات يعني برضو ما بغامرش بالنسبه للديزاينر وبس كده. تكلمينا دلوقتي عن الحضاريه الجديده، هو لما في اول دويتو خليجي طرحتيه مع طلال سينما المطرب السعودي مؤخرا. أيوة. كلمي عن تفاصيله. بالظبط، في أغنية سجلتها من قريب أنا والفنان السعودي طلال سلامة، اسمها يوم ميلادي. أغنية رومانسية وجميلة جدا وأنا حباها، وأول مرة أغني خليجي فأتمنى أنها تنزل قريب. أنت حابة اللهجة الخليجية وحابة تقدمي ألبوم كامل بالخليجي صح؟ بقالي فترة عايزة أقدم ألبوم خليجي، بس ما فيش وقت خالص، ما لقيتش وقت لأنه الموضوع عايز تركيز اكتر، ان انا لازم اكون متواجده في 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 دوله من دول خليجيه عشان ايه اختار صح يعني، فده للاسف ما قدرتش اعمله الفتره اللي فاتت، فده اللي مأجل الالبوم. هل مطلوب من الفنان ان هو المطرب يغازل الدول العربيه اللهجات العربيه كلها عشان يبقى ليه شعبيه في كل حته؟ الشعبيه ملهاش علاقه باللهجه يعني بس بتقرب بتكسر حاجز. لا لا، اللهجه المصريه بتقدر توصلك للدول العربيه كلها، او المغربي، او الاغنيه الحلوه بتوصل لكل الناس. بس هو اللي بيتقن حاجه ويحس ان هو ممكن يقدم فيها شغل حلو يعمل ليه لا. تمام. طيب بتحضري ايه تاني جديد على المستوى الفن الجديده؟ انا دلوقتي في 3 اغاني سنجل هينزلوا يعني ورا بعض، مش هينزلوا مع بعض يعني. ما بحب يعني اول فتره اللي جايه هعتمد اكتر على نظام السنجل عشان ما اغيبش على الناس كتير. هم الاغاني يعني قبل ما تحتي اسمائهم ايه ولا لسه التصديرات بتاعي يعني، مع مين الشعراء، مع مين الملحنين؟ ملحنين لغايه دلوقتي دكتور مصطفى العسال وعمرو شاذلي وناس كتير يعني، اخترت منهم اغاني بس دول تقريبا اللي تاكدوا الاغاني بتاعتهم. انت بدات تسجلهم امتى ولا لسه؟ يعني بسجل دلوقتي يعني، فاضل غنى بس يعني، بس المزيكا خلصت. ابنتك جنات الصغيره ما شاء الله تم طعمها الاول واحتفلتي بيها بعيد ميلادها قريب، الامومه بقى واخدك ازاي؟ توليها وقتك ازاي؟ الامومه خدتني كتير قوي طبعا، اول سنه الطفل بيحتاج رعايه خاصه ولازم ابقى متواجده بشكل مستمر معاهم، والحمد لله دلوقتي بنتي الصغيره سنه ونص تقريبا، فحاسه انه الحمد لله ابتدوا يكبروا ان شاء الله. جايبين بتوعه وانا لغايه دلوقتي من الفانز بتوعه. علاقتك بالسوشيال ميديا ايه؟ متابعه اكتب علاقتي بالسوشيال ميديا بقت قويه مؤخرا، لكن قبل كده كنت مقلق. قبل كده ممكن اقعد سنه ما انزلش صوره، بس دلوقتي انا بقيت قويه جدا من الاقوياء. ايه اول خبر تحب تسمعيه في 2021؟ 2022 بقى سوري. اول خبر انه نشيل الكمامه، بس كل املنا يا رب ما يبقاش في كمامه في الفيلم. تهنئه بقى للناس اللي بتحبك بالسنه الجديده. كل سنه وانتم بألف خير وسنه سعيده علينا كلنا. نورتينا. ميرسي يا جماعه.